مفاجأة 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 لمتابعين أبو شهم، اكتشاف رهيب وخطير، اكتشاف الكل راح يتفاجأ منه. دائما أبو شهم يفاجئكم مفاجآت جميلة واكتشافات جديدة وإشارات جديدة. أعتقد يعني 70-80% راح ينال كل المشاهدين. أخواتي المشاهدين، أبو شهم الأعزاء، أحبائي ومتابعيني، قبل ما نبلش بالمفاجأة، احتراماتي لكل شخص بيتابع أبو شهم، واحتراماتي لأي شخص كمان ما بيتابع أبو شهم. ترفع لكم القبعات جميعا. بحب أنا أسلم عليكم وأطمن عليكم، وبعتذر لكل إنسان ما قدرت أساعده أو ما قدرت أحلل له إشارة، لأنه والله العظيم يا إخوان عندي ضغط مش طبيعي. 114,000 شخص عندي على القناة براسلوني يا إخوان، فأنا بعتذر من كل إنسان. فإن شاء الله كل فيديو بشرح منه أنكم بتستفيدوا منه أفضل من أني أحلل لك إن شاء الله، لأني أنا لما أشرح وأحلل بدي إياك أنت تأخذ الصنعة مني وتأخذ الاحتراف مني وتأخذ العلم مني. طيب اخواني، المفاجأة اني قبل هالمرة صورت هذا المنطقة، صورت فيه المتابعين بيعرفوا هاي المنطقة، بس قلت لهم ان شاء الله راح اشرح لكم عنها وراح احلل لكم اياها. طيب اخوان، هاي خريطة راح اصور لكم اياها من بعيد. هاي خريطة راح ارجع كمان لورا او ارجيكم اياها كمان من بعيد. شوفوا كيف، قبل ما نبلش بالمجسمات بدنا نبلش بالخريطة. هسا في ناس راح تشك وتقول لا مش خريطة، لا راح تصدق، راح تشوفه بعينك. طيب بسم الله، راح تصدق، انت راح تصدق. شوف لي الجرن الخطير هذا، وايضا شوف لي الجرن هذا، وايضا شوف لي الجرن هذا، شوف لي الجرن محلاه هذا، أيوه نحت، شوف لي الجرن هذا نحت يا إخوان نحت، وأيضا يوجد هنا جرن، شوفوا لي هالجرن محلاه، شوفوا لي كمان هالجرن هذا، هذا جرن وهذا جرن. راح أورجيكم شغلات خريطة يا إخوان، خريطة. هاي جرة، هاي جرة، راح تشوفوا شغلات لسه، راح تشوفوا اكتشافات رهيبة. هسه هون يا اخوان في خريطة يا ابو شهم. فكر فكر فكر، حل 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 يا اخوان. قعدت يوم كامل بالمنطقة هاي قبل ما اجي اصور، قعدت يوم كامل تمام لحتى اقدر اوصل للتحليل. تعبت، اقسم بالله يا اخوان تعبت وانا احلل بالمنطقة هاي، للأمانة إشي صعب وأخذ مجهود كبير، وراح تشوفوا الأهداف برم عيونكم. طيب شوفوا لي هذا الجرن يا إخوان، هذا الجرن بسم الله. شو هذا؟ دقيقة يا إخوان، شو هي هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو هاي؟ إيه بسم الله، هاي دودة حشرة. احنا ما بنقدر نحط ايدينا يا اخوان، ممكن يكون في عقرب، يكون في حي افعى. فيا اخوان عندنا جرن على شكل جرة، بعطينا توجيه بهذا الاتجاه، بعطينا توجيه بهذا الاتجاه. طيب انا طلعت يا اخوان، اسف، طلعت لفوق، طلعت فوق المنطقة هاي يعني في الاعلى على السطح، ما عثرت على هدف، لكن هون أعطاني إشارة توجيه. وهون يا إخوان عندنا جرن قلم، جرن قلم. طيب مدامه معطينا توجيه بالمنطقة هاي، شوفوا يا إخوان، طب كيف بدنا نعرف إنها طينة حكمة؟ وكيف بدنا نعرف إنه في هدف هون بالمنطقة؟ كيف؟ بدنا نفحص الصخرة الحاضنة، بدنا نشوف في تشققات،
هل في طينة حكمة؟ في بناء بالمنطقة؟ نعم في بناء وفي طبقة. هيا شوفوا يا اخوان، شوفوا شوفوا طيب كيف يا ابو شام انت عرفت انه في طينة حكمة هون؟ جبت ماء وجبت بنزين، سكبت على هاي المنطقة، تحول لونها للون الرمادي الوردي، الى الرمادي الوردي، فتأكدت انه في طينة حكمة هون. خلصنا من الاشارة هاي يا اخوان، عرفنا انه في هدف بالمنطقة هاي، بدنا نروح على اشارات ثانية. عشان انا ما بحب اطول بالشرح، بدي اياك انت لحالك تتعلم. جينا على الجرن، هذا في عنا جرن وفي عنا بسم الله إشارة توجيه بنفس هذا المكان، لكن هدف هذا الجرن مش بنفس المكان هذا، لأنه اللي عمل الخريطة في المنطقة هاي عملها على مكان بعيد جدا، راح تشوفوه بنهاية الفيديو. الجرن هذا دلني على هدف بهذا الاتجاه، مش بهذا مش بالمنطقة هاي، يعني نفس هذا المنطقة لا، طلعت فوق على السقف واتجهت وداني على منطقة بعيدة وعثرت على الهدف. هسه صار في عندنا هنا جرن مع إشارة توجيه وتوجيه، في هدف، احفظوا في عندنا هنا هدف واحد بعيد، هذا الهدف قريب. جينا على الجرن هذا، الجرن هذا أعطانا يا إخوان جرن مع إشارة توجيه، في هدف كمان بعيد، هدف بعيد، يعني هسه صار في عنا هدف، هدفين بعاد بالمنطقة بعيدة، راح أورجيكم إياها، احفظوا في هدفين راح تشوفوه بنهاية الفيديو. جينا على الجرن هذا، أعطانا إشارة توجيه كمان، جرن مع إشارة توجيه، شوفوا يا أخوان، شوفوا هاي، شفتوا يا أخوان، شفتوا طينة الحكمة، شفتوا شفتوا هاي تربة، بالداخل يوجد تربة، تمام. هون إحنا حددنا الهدف بالمنطقة هاي، بدنا نيجي على الجرن هذا، الجرن الرابع. هاي خريطة يا إخوان، يا إخوان هاي خريطة، تسمى خريطة في علم الدفائن، خريطة، يعني الشرح ممكن يطول بس بدي إياكوا تركزوا بالشرح لحتى نوصل للهداف الحقيقية. طيب عندنا هنا جرن وعندنا هون جرن ثاني جانبي، لكن هذا الجرن طلع يا إخوان تمويه، الجرن هذا تمويه. طيب يجينا على الجرن اللي على شكل جرة، هيا جرة منحوتة ناحية قديما، هيا مبين يا أخوان جرة منحوتة ناحية قديما، هيا جرة، يعني العاقل والغير عاقل راح يقول لك جرة، دائما الجرة اتجاه الهدف باتجاه الفم اللي هو العنق، الجرة عنق الجرة. طيب احنا حددنا هدف، هدفين اقراب قريبين من المنطقة هاي، قريبة من المنطقة هاي، ويوجد هدفين قلت لكم احفظوها، هاي بالمنطقة البعيدة. طيب إشارة الجرة بدنا نتجه بهذا الاتجاه، بدنا نتجه بهذا الاتجاه، هل في بهذا الاتجاه هدف أو تمويه؟ بدنا نرجع ونشوف، بدنا نفحص المنطقة، بدنا نفحص المنطقة. وجدنا ماذا؟ وجدنا، وجدنا شيء ملفت، شيء يعني غريب، يعني الصخرة الحاضنة كاملة، بحثنا بالصخرة الحاضنة كاملة لكن رأينا شيء ملفت ونحت وعمل إنسان، في إشي يعني الكل راح يعني يعني أغلب الناس الأذكياء، الأذكياء مع احترامي للجميع، الأذكياء راح يعرفوا وين الهدف قبل ما أنا أحكي وين الهدف، قبل ما أحكي وين الهدف راح أخليك هيك شوي
تفكر وأنا أفكر، أنا بعرف وين الهدف، بس أنا بدي إياك أنت كإنسان إنه في شيء غريب بالمنطقة، في شيء غريب بهذا المكان، في شيء ملفت. تقدمنا إلى هنا، شوفوا يا أخوان، شوفوا هذا المكان في عمل إنسان، في نحت. ليش أنا عرفت إنه في نحت؟ شوفوا يا أخوان، شيء بسيط، بسيطة، هي مبينة، تجويرة، يوجد تجويرة. الهدف من هنا، الهدف، أنا ما بعلم بالغيب، لكن فحصت التربة وفحصت أنت الحكمة. نعم، طينة حكمة، هذا هو الهدف، هكذا يأتي غز، مش هيك يا أخوان، غز، إنه مبين التجويرة، شايفين التجويرة؟ ما بدي أطول عليكم بالشرح يا أخوان، أنا بحب، ما بدي أخليك تمل، أنا بحب إني أسرع بالتحليل لحتى أنت ما تمل. طيب، هدف الجرة حللناها، هدفين قراب، بس في هدفين بعاد. تابع الفيديو للنهاية، بدي أروح للهدفين وراح تتفاجئوا، والله راح تتفاجئوا. تابعوا الفيديو للنهاية، يعني تمتعوا بالمناظر الخلابة لحتى نوصل للهدف. هسه بورجيكم الهدف، هدف غير معقول يا أخوان. شوفوا هالمناظر الجميلة، شوفوا النحت، شوفوا النحت، شوفوا النحت. طيب، أنا بدي شخص ذكي، هي قبل ما أنا أحدد الهدف بدي شخص ذكي بهاي المنطقة كاملة. ببلش من هون، بنبلش من هون لنهاية الصخرة هذيك، في هدفين بالمنطقة هاي. هسا الإنسان، أنا أبو شهم، اعتبرني أنا ليس بمحلل، وليس، أنا بدي أستخدم العقل. أبو شهم ليس بمحلل، أنا بدي إياك أنت تحلل المنطقة. شوف يا أخوي، هاي المنطقة إلك، لك، بدي أحكيها باللغة الفصحى، هذه المنطقة كاملة لك. يوجد هنا هدفين، احذر أين يقع الهدفين. معك 5 ثواني، مع احتراماتي للجميع. نعم، هنا الهدف، أول هدف هنا. لماذا؟ لماذا يا أبو شهم يوجد هنا هدف؟ يعني أي إنسان يعني بتوقع أنه في هدف هون. ليش؟ يوجد لدينا تربيع. ما هي التربيع؟ هي عبارة عن غطاء، هاي هي الغطاء يا أخوان. راح أقرب وورجيكم إياها أنه فيها نحت 100%. راح أقرب وورجيكم، تابعوا معي الفيديو. شفتوا يا أخوان ليش؟ مثلا يا أبو شهم، ما شكيت بهذا المكان. ليش ما شكيت بهذا المكان؟ ليش؟ يعني ما انه اكدت انه بهذا المكان، لا، ما باكد. هون في غطاء. كيف عرفت يا ابو شهم انه هذا غطاء؟ كيف عرفت يا اخي؟ الانسان العاقل بيعرف. ليش؟ شوفوا النحت، شوفوا يا اخوان دق العده، هاي دق العده، شفتوها يا اخوان؟ شفتوا دق العده يا اخوان؟ هاي دق العده، يعني مبينه. هذا اول هدف لاول جرن، بتتذكروا بالفيديو قلت لكم هذا اول هدف بعيد. الهدف الثاني راح اورجيكم اياه، هيو بديش اغششكم، بدي اياكم انتم بنفسكم تحللوا بهذا المكان. هذا اول هدف، هذا اول هدف، يعني عثرنا على غطاء. طب يا ابو شهم شو موجود هون؟
الموجود بالمكان هذا يا اخوان بئر تكنيزي، بئر تكنيزي يا اخوان. كيف عرفت انه بئر تكنيزي؟ لما انا احكي بئر تكنيزي يعني مش انا بعلم بالغيب وبعرف انه تكنيزي، لكن الجرن نفسه بيحكي انه البئر تكنيزي. ليش؟ لانه في معه اشاره توجيه. طب ممكن ما يكونش عادي، ممكن ما يكونش تكنيزي، هذا علمه عند الله. لكن احنا بنحدد هدف انه لو انه بئر ماء بيبين عنا انه بئر ماء، بئر ماء خلص بتركوه فاتح عادي مش مشكلة. بس البئر المغطى دائما بيكون فيه دفين، ممكن الدفين ما يكونش معه شيء او مقتنيات، ممكن يكون من غير مقتنيات، ممكن يكون فقط هو قبر من دون مقتنيات، عادي بتصير يا اخوان. طيب بدنا نروح على الهدف الثاني، وبدنا نبحث بنفس المكان ونورجيكم. قبل ما انا احلل راح انا يعني انتظر منك انت كمشاهد انك تحلل المنطقة. هذا اول جرن وهذا اول هدف، بدنا نصعد للامام. راح اغششك لكن قليل، راح اغششكم لكن بطريقة قليلة، يعني بعدين انا بعطيك مهلة انك تحدد الهدف. الهدف الثاني يا اخوان، ها ركزوا معي بالجمالية والمنطقة الجميلة هذه، تمام؟ ركزوا معي يا اخوان. طيب الهدف الهدف يا اخوان، هل هو في المنطقة هاي او بالمنطقة هاي او في المنطقة هذه او في المنطقة هذه؟ انا بستنى منكم 5 ثواني فقط. هل هو الهدف هنا ام هنا ام هنا؟ هيا بنا، انتهت المدة وانتهت المهلة. الهدف هنا يا اخواني. كيف عرفت يا ابو شهم انه الهدف بهذا المكان؟ كيف؟ اولا قبل ما اجي الى المنطقة هاي وانا عند الخريطة قلت لكم اني يعني جلست يوم كامل عند الخريطة وانا احلل بالمنطقة بالصعوبة وبال يعني اخذ مني يوم كامل وانا احلل بالمنطقة لحتى حددت الاهداف مش 100% مليون بالمية. اسياخ، فحصت بالاسياخ واشارات التوجيه وفحصت المنطقة كاملة، وهنا وهنا هذه تمويه وايضا هذه تمويه. شوفوا 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 كيف الاهداف بموهوها، هذا تمويه هذا تمويه، لكن الهدف هنا هنا يا اخواني. هنا يوجد بوابة مدفع. اللي بيعرف، انا اعتقد انه 30% من الناس بيعرفوا شو هي بوابة المدفن. البوابة تأتي يا اخوان على شكل صخرة متحركة بهذا الشكل. اخواني هسا بدي اروح اورجيكم اشارة الجرة اللي الناس حكوا عنها ليست باشارة. راح اذهب الى اشارة الجرة واوريكم الاشارة، تابعوا الفيديو للنهاية. مع احتراماتي للجميع. إشارة الجرة، إشارة الجرة اللي مع حلقة، إشارة الجرة اللي مع حلقة على ماذا تدل؟ طبعا معظم المتابعين بيعرفوا هاي الإشارة اللي أنا حللتها.
طبعا يا اخوان انا عملت هذا الفيديو بس لحتى اوضح لكل شخص شاف مقطع صغير على مقاطع الشورتز اللي هي مقاطع الصغيرة عن هذا المكان. الكل يعني مش الكل يعني المعظم كان يحكي لي انها ليست بإشارة جرة، انها إشارة جرة، يعني الإنسان العاقل بيعرف انها إشارة جرة. وانا حدد انا نفسيا شخصيا حددت الهدف، وقبل ما اصور هذا المكان انا قلت وتكلمت انه انا لا ابحث لا على كنوز ولا عن دفائن، لانه هذا ممنوع، هذا الشيء ممنوع. انا انسان واضح وصريح، انا عندما فتحت القناة قلت لا ابحث لا على كنوز ولا عن دفائن، انا فقط اذهب مغامرات الى الجبال وهنا احلل الاشارات، عندي متعة بالاشارات، احب الاشارات، تمام. عندما صورت هذه الإشارة الجرة يوجد ناس يعني بدون ذكر أسماء قاموا بالشتم والذم وكذا وكذا. أنتم بتعرفوا الإنسان الناجح دائما لديه أعداء، والأعداء أكثرهم من بعض القنوات، لكن أنا يعني أحترم جميع القنوات وأحترم جميع المتابعين والمشاهدين. إشارة الجرة يا إخوان لما حددت الهدف هذا، أنا أتيت إلى هذا المكان وقلت أنه يوجد هدف هنا. لماذا يوجد هدف هنا؟ لماذا؟ الصخرة أولا متحركة، يعني في ناس حكوا لي أو قالوا لي على التعليقات إيه كيف شالوا هذه الصخرة ووضعوها هنا؟ نعم شالوها، الذي صنع الأهرام وقام بمرتفعات أكثر من 100 متر و50 متر بصخور أكبر من هذه الصخرة، إنها الصخرة هذه تزنها تقريبا 100 كيلو أو 150 كيلو، أنت شايفها ضخمة. لا يا صديقي، نعم الصخرة هاي شالوها من مكان ووضعوها هنا، شالوها مثل هذه الصخرة شالوها من هذا المكان ووضعوها على هذا المدفن. اللي صنع الأهرامات بيقدر يصنع ويشيل صخرة مثل هذه، هذا اللي بوضح لك إياه. إشارة الجرة حقيقية وقديمة، إشارة الجرة مع حلقة ومع سيال. أنا بدي أوضح لك إنه في هدف، نعم يوجد هدف هنا، هذه الصخرة ما كانت في المكان هذا، أنا بوضح لك كيف ما كانت، شايف ما كانت هنا. وحكيت إنه في قبر هون، نعم في قبر هون، هاي القبر، شايفين القبر يا إخوان، هاي الصخور، هاي حصى. وتثبيت للقبر هذا هو المربط، هذا هو المربط، شايفين المربط، هذا هو تثبيت إنه في قبر هون. يعني أنا حبيت يعني مع احترامي للجميع، مع احترامي لكل متابع، أنا حبيت أوضح للناس اللي مش مصدق هاي الإشارة، نعم إشارة حقيقية وهدف تحتيها مباشرة. يا أخي أنا ما بدي أنقب، ممنوع هذا الشيء، ممنوع. أنا فاتح قناة، أنا فاتح قناة على اليوتيوب وعندي ما شاء الله تبارك الرحمن 114 أخو وأخت، ما بقدر أضحك عليهم، لولا ما أنا صادق ما وصلت هذا المكان. يعني أنا أنتوا اللي وصلتوني مش أنا اللي وصلت، أنا يعني عدد مخذ إنسان بسيط مثلي مثلك، أنا إنسان بسيط مثلي مثلك، لكن عندما شرحت على هذه الإشارة في ناس يعني شتموني ويعني صاروا يحكوا إنه أنا زلمة، إنه أنا شخص وكذا وكذا. لا يا صديقي لا، أنا ليس يعني أنا عمري ما ضحكت عليك وقلت لك إني أخرجت كنز ومثل بعض الناس اللي بيصوروا بعثروا على كنوز، لا يا صديقي. أنا دائما بقول إنه الرزق من الله وليس مني وليس من فلان ولا علان، أنا فقط
مغامر في الجبال، دائما في الجبال، أصور لكم الإشارات وأحلل لكم الإشارات. دائما أنا إنسان بسيط، لا أمدح بنفسي، أنا ما أمدح بنفسي إخوان، مداح نفسه كاذب. دائما عندنا في العرب مداح نفسه كذاب، هذا مثال أو مثل، مداح نفسه كذاب. أنا ما أمدح بنفسي ولا أمدح بشخص ولا فلان ولا علان. الرزق من الله، لكن نحن لدينا خبرات ولدينا يعني من حل الإشارات، بنقدر نحلل الإشارة نفسها. محترماتي للجميع، ترفع لكم القبعات جميعا يا إخوان. أنا أعتذر ثم أعتذر لأي إنسان ما قدرت أرد عليه على المسجات، لأنه في ضغط كبير كبير جدا جدا يا إخوان. يعني لو أنت كشخص مكاني والله لا تحس بالشعور، بس في ناس ما بتحس. ليش؟ لأنه مش واصل للمكان اللي أنا فيه. أنا مضغوط إخوان، والله عندي ضغط، فلا تزعلوا مني لأني أنا ما رديت على كم شخص، والله العظيم أنه في ضغط. أبو شهم بيسلم عليكم، كل احترام والتقدير لكم جميعا، مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.